انا وحفله هنتجوز. القلب سليم. لا مؤاخذة يا بيه. أمال الدكتور الإنجليزي فين؟ ما تخافش هيكشف عليك. بس شوية أسئلة كده عشان أترجمها لك. أنا تحت أمرك. إمتى لاحظت إنه ما بيسمعش؟ ده هو مولود كده. عندك ضعف بالسمع؟ لا، لا أنا ولا المرحومة والدته. الأم أصيبت بمرض أثناء الحمل؟ آه. حسب ألمانيا. مش تقول كده من الصبح. طب احمد ربنا انها جت على السمع بس. الحصبة الألمانية عادة بتسبب ضعف في القلب وفي النظر. ليه ما وديتوش مدرسة للصم وهو صغير؟ وديته يا بيه وعنده 4 سنين. مرضوش يقبلوه. قالوا سن الإلزام 6. القانون كده. قانون خايب. عصب السمع بيضمر بعد سن 6 سنين. هاتوا تعالى. Sensory deafness. يعني ايه؟ عمر مش هيسمع؟ مش هيتكلم؟ للأسف لا. حصل ضمور كامل للعصب السمع. ها 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 ها
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين وما قوم الحساب. الحمد لله انك نسيت حكايه الدكتور بتاعي امبارح. ربنا يقبل منك يا ابني، معلوم ربنا هيقبل منك ويساعدك. معزوزه بنت يا معزوزه، تعالي عايزاكي. ايه اللي جابك تاني يا بنت؟ احنا مش اتفقنا انك تقعدي عند خالتك في الشرابيه لحد عملتك السودا دي ما تجلسي؟ قلقانه يا معزوزه. الا قولي لي، شفت عمر امبارح؟ عمر مش هيقول اللي شافه، انا عارفاه كويس. المهم بقى انت اللي اتحرصي بالواد حفيله، ولا عدتيش تقابليه تاني، لفيت ولا فغيت. احسن ما تبكي بدل الدموع دم. بس حفيله بيحبني وهيتجوزني. يا اختي بطلي رغي على الصبح وتعالي ولعي الرمانه. حاضر يابا. اتحرصي يا بنت. حاضر يا حبيبتي. سندوتشاتك يا عمر. يلا بقى يا حبيبي احسن اتاخرت. ربنا كبير يا عمر. خد يا عمر. ليلة ترخيص صفارة من ده وجركة تينا وكيلو هوب ابه؟ اه سلام. يا مصطفى يا جحش، انت مش هتفوق بقى عشان نشوف اكل عيشنا ولا ايه؟ عايزة خمس فرخات يا هوب. الكازوزة والشاي والبن يا عمر. ها في حاجة عاوز تقولها لي يا عمر؟ أبا. ها؟ أبا. أبا هات فلوس الطلبات يابا. يا خرابي تموت على القرش. أبا خد يا عم. أبا أبا ازيك يا عمر؟
أبا. طب تعالى بقى وريني شطارتك يا أبا. طب ايه يا أنور؟ هو عمر سمكري؟ بس تعالى تعالى. اخطف السندوتشات من تحت. كان وعدلي انه هيتعالي في مادة خدمتي، وانا زي ما انت شايف اهو لسه بكامل عافيتي. اركز يا فندي، من قصده يطير خاطرك. طلبك اهو تتأشر عليه بالحفظ، يعني لازم تسلم عقدتك وتحلي السكن الاسبوع ده. سكن ايه؟ ده كان حتة اوضة وانا اللي بنيت حواليها. ما هو لازم هتسلمها، القانون كده. طب ما تاخد عمر بدالي ونفضل زي ما احنا في السجن. يا الحكومة مش بتعين 5% معوقين؟ دول بياخدوا المتعلمين المتخرجين من المعاهد، وابنك مش كده. وبعدين عدم المؤاخذة، عايز واحد أطرش يمسك مزلقان. طب يسمع صوت قطر معدي بغير معاده ازاي؟ غسلت بقك بالنعناع؟ كويس قوي كده، انا مبسوط منك. الوقت في النور، تصبح على خير. ابا ابا ها؟ لا مفيش حاجه، انا بس عايز انام. انا مش في اجازه يا عمر، انا خلاص اتحلت على المعاش. ابا 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 انا خلاص شغل مفيش. تعال. لما سبت الشغل عملوا لي حفلة وادوني الفلوس دي. الفلوس دي بتاعتك انت. خد. عمر راح مشوار وراجع تاني. العربية ديت عايزك تطوقها كويس قوي، صاحبها جاي ياخدها الساعة 8. السلام عليكم. عمر بكرة عزمك على جنينة الحيوانات ومعزوزة. انت يا جحش انا فاهمه، بكرة هنروح جنينة الحيوانات ومعانا معزوزة تيجي. مؤاخذة يا أستاذ عمر، أصل نسيت الفلوس في البيت، إديني أقطع تذاكر ولما أروح أبقى حاسبك. إيه ده يا أستاذ عمر؟ أنا بقول لك 2 جنيه، لينا كلنا نقطع تذاكر. معيش يا أستاذ عمر. أبا. صدقته من الواد ما يتغلبش أبداً. 2 جنيه؟
2000 جنيه خلو الاوضه في التراب. هقول يا سالي تراب ايه يا راجل؟ خد لك شقه على وش الدنيا بقى بخمسه سته. منين يا سالي؟ من انت ايه؟ لما افندي بيقول انك لما اتحلت على المعاش ادولك من صندوق الزماله بتاع المصلحه 5000 جنيه ده غير الفلوس اللي انت محوشها انت وابني. حرام عليك يا ابو معزوزه، ده انت عندك ولاية. ادفع القرشين في شقه واسيب عمر بدون اسمال؟ ده مسكين عنده تتجوزني بجد. اديلي كل اللي عيلتك، يوميتك في الورشه اللي محوشها، وفلوس المكافاه اللي ابوك اخدها، ومكسبك من الطلبات اللي بتقضيها لاهل الحته. لو اديتني كل دول ساعتها افكر، ويمكن انسى حكايه الخلف دي واوافق. صدق الله العظيم.
جحش؟ انت يا واد يا جحش. وبعدها لك بقى ما تقوليش يا جحش قدام الناس يا معزوزه. ضحكتني لو كنت هتضحكني. مين ده اللي مع الواد عمر؟ ده فؤاد صاحبه اخرس بس متعلم. طب خد. هوبا. محدش سأله هيعمل ايه لما الحكومة تاخد المطرح منه. يا عم هو دريان بحاجة والله ما تفرق معاه. انت عمر محمود احمد الفرماوي ما اخلتش ليه سكن الحكومه رغم انذارك. اتفضل امضي وشيل عفتك دلوقتي. ابدا خد الاصل اهو خليه معاك وتمضي هنا. ما بتعرفش تقرا. طيب يا اخويا ارسم بقى هنا. هات صباعك. ايوه كده كويس. اتفضل يا سيدي وانت شيل الحاجات دي كلها ارموها بره. يلا. ولا حاجة ده بس اتعور. وقول له كمان ما يخافش على عزاله. ابويا خده ومشونه وقافل عليه بالقفل. ها ها هوبا. ها تعالى يا حلمي. عمر هيجي امتى؟ ها عمر هوبا. مين ده كان عاوز ايه؟ ده صاحب عمر وكان بيسأل على عزاله. اهلا يا فؤاد. الحمد لله على سلامتك. رجعت امتى من الكويت؟ من شهرين. الحمد لله على سلامتك. الله. مركز فؤاد لاصلاح الاجهزه الالكترونيه. ابا 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 واو 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 واو.
صاحبك من زمان. عايز تساعده في ايه؟ يدخل المعهد عشان يقرا ويكتب. ايوه بس ده سنه كبير. عشان خاطر صباح الخير. صباح النور يا تيسير. ايوه طب انت اسمك ايه بقى؟ اسمك ايه؟ عمر محمود الفرماوي. برافو. انت بتعرف لبسي؟ ابا لبسي يعني حركة الشفايف. ابا ها؟ طب وليه بعد العمر ده كله عاوز تتعلم القراية والكتابة؟ ابا عسكري؟ اه. جالك البيت؟ قبض عليك؟ ابا ها؟ ايه ايه؟ جورنال؟ ايه ظرف؟ ابا ايه؟ ابا ابا ايه؟ اعلان. اعلان جالك ومعرفتش تقراه. ده اعلان بطرد ومعرفتش تقراه. ابا عشان كده انت عاوز تتعلم القرايه والكتابه. برافو عليك هايل. عليا الولد ده ينفع لقاموس الاشارات البدائيه بتاعي، ايه رايك؟ هو من قله الخرص يعني لازم اروح نادي الخرص ويطلع عيني عقبال ما الاقي حد ينفع. خليني اخلص من الدكتوراه بتاعتي بقى. خلاص هدخلك المعهد. تعالى خلاص تيسير هتدخله المعهد. افا ايه المشكله تاني؟ افا افا عمر ما عندوش شغل. أبا ولا بيت ينام فيه؟ اقعد هنا. ده بيقلد عادل امام بالظبط. محمودي بتملاله الاستمارات بنفسها؟ طبعا. ما انا لما اعمله الجميله دي وادخله المعهد هيفضل تحت امري طول الوقت. ايوه بس في مشكله. ايه هي؟ فؤاد صاحبه قال لي انه ما عندوش شغل، ده كمان ما عندوش مكان ينام فيه. ايه ده؟ وصاحبه مش بيبيتهم عليه؟ اصل يا ستي فؤاد متجوز وما عندوش غير اوضه واحده. احسن خليه متفرغني كده على طول. خليني اخلص بقى. ومشاكله؟ هحلها. طب ازاي بس؟ ده احتمال كبير المدير ما يوافقش. ده سنه كبير يا تيسير. يا بنتي انا مش موظفه عندكم، انا حلالة جاي اعمل ابحاث الدكتوراه وامشي على طول. يعني ضيفه وواجب الضيف ايه؟ ايه؟ اكرامي. عموما اخر حاجه في الدكتوراه قاموس الاشارات، وامشي واقول لكم سلام عليكم تقولوا لي ايه؟ وعليكم السلام. السلام عليكم بقى. باي باي. عربي تاب ساعتك تا تباك تاب أبا 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 تاب تا تباك تو على تياب تي عربي تا تاب باك تي تي أبا تا
أبا تعالى تعالى، بكرة هنا هتتعلم كل حاجة. انت بتشتغل ايه بالظبط؟ Thank you.
اي شخص زي ده ينام في الشقه معاك. معايا ده ايه؟ ده واد افرز جايباه عشان شغلي. ظروفه زي الزفت، ما عندوش حته ينام فيها. سمان كمان محتاجاها. ايوه يا ستي تيسير، بس الناس والجيران كلها عارفين انك مطلقه. انا ما يهمنيش حد. تعالى، انت ما بتعرفش تقعد ولا ايه؟ ابو طريق لو شافه هنا تاني يعمل ايه؟ ده جه النهارده وسال عليكي تاني. كان عاوز ايه؟ يرد وتعدي يكتب لك 10 فدادين عربون محبه. يوه يغور هو ومات. لازم تعرفي ان رزقي انتهى من حياتي للابد. كل هو اداني كل اللي انا محتاجاه، الشقه والفرش والعربيه كل، وانا كمان دفعت الثمن. شبابي احلى سنين عمري، يبقى خلصين. يوه يا ست تيسير، لا شبابك انتهى ولا هو هيبطل دفع، بس لا مؤاخذة يعني انت كمان ما تعمليش حاجات تجننك، ده مهما كان راجل برضه. عم موسى. هلا واحد بيه. ايه ماشي على رجلك ليه؟ كفاله الشر. لا معلش، اصل الكحكوحه بتاعتي في عمرك. لما تخلص اجيبها لك. ماشي، تحت امرك. مع السلامه. ما تستنونيش النهارده على الغدا يا هبه. لا يا بابي انا هستناك. طب بس انزلي دلوقتي وخلي بالك من العربيات وانت بتعدي الشارع. حاضر يا بابا. يلا حبيبي. شغلك حلو قوي. خلص انت. اتفضل اتفضل اتفضل، خدها خدها عشان خاطري. ولها اتفضل. باه اهلا بستة تيسير. اهلا بيك. عجبك شغلك؟ 100%. قول لي لقيت الحته اللي انت فيها الدرج ولا لا؟ اه جنب الورشه هنا على طول. هاي طب يلا انتهي. تبيني اشتغل شويه كمان؟ لا مش هتعمل، نشتغل عندك الصبح ويبقى ليه بتاع الصبح. او انت في كلامك ولا ايه؟ لا لا لا، وعلى ايه؟ سلامة. كاميرا فيها ايه؟
وبعدين انت هتشتغل لي؟ الصبحيه جت متاخر ربع ساعه ودلوقتي عايز تمشي. ابدا شوف اسمع، لو قررت تاني انا هقول للست تيسير. ابدا مع السلامه. انت جاي هنا ليه؟ انت خلاص انتظمت في الدراسه؟ ابا امال جاي ليه؟ مستني تيسير؟ ابا ايه؟ ابا Bye.
253 صورة في أقل من شهرين. معقول؟ بس المفروض بقى سيدي عمر يدرس شوية، خصوصا في يوم أجازته زي النهاردة. النهاردة بالذات بقى حواديت سينما، هفرجوا على فيلم عن الخرز. عايزة أشوف هيفهم بنسبة كام من الإشارات. الحكاية دي مهمة جدا في بداية القاموس بتاعي. شفتي بقى عبقرية تأثير الفزة؟ لا يلا بقولك ايه، شغل الدلع بتاعك ده انا مش فاضياله النهارده، عندنا شغل كتير جدا في المعهد فاهم، لحد ميعاد السينما. يلا. كانت بتقولك انها بتستناك كل يوم حد عشان تخرجوا سوا. بتحبها؟
بعض الحروف بتطلع من هنا. شوف كده حرف الب، قول ب ب. ب ب. وبعض الحروف بتطلع من هنا زي الألف. اه قول اه. شوف كده اه اه. قول أبا. أبا. بعدين بعدين بعدين. أبا أبا. ما تيجي نحسبها بذكاء ونعيش اللحظة دي. ها؟ أبا أبا أبا. اتجوزك انت؟ انت مجنون؟ انا اتجوز عامل دوكو واخرس؟ امشي اطلع بره 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 يا حيوان يا كلب يا غبي. أبا 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 أ
مخلوبة. غريبة. تماماً. أبا. لا لا يظهر عمر حب وفاء دي بجد. وانا مالي؟ مالك؟ مالك ازاي؟ دي زعلانه منه بسبب بتغير منك. ايه ده؟ انا؟ اه شاورت له كده. ما هي دي اشارتك. حيوانات. لسه عم موسى ما كسبش. شايف شغل الاخرس ناعم زي الحرير. هو حرير. ايه سلامتك. أبا. هتخلص امتى؟ أبا. أبا. بعد بكره. طب لو صدقت وخلصت بعد بكره زي ما قلت هيبقى ليك بقشيش كبير قوي. الفانوس الجديد اللي اشتريته النهارده فين يا استاذ وحيد؟ ده واسع عندك. ده بقى طويل عشان اشيله لك جوه. حرام ايه اللي عورك كده؟ خد دول وتعالج ما تسيبش نفسك كده. أبا. 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 لا لا مش هاخدهم. لا ما تكسفنيش احسن ازعل ابدا. السلام عليكم يا باشا. عليكم بس. لا. أب. لا. أب. لا 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 مش هاخدهم. ايه اللي بتعمله ده يا ابن الكلب يا حيوان؟ أب. أب. مد ايدك على بنتي يا كلب. أبا. كده طيب. بلاش عشان خاطر انا، خليها المرة دي عشان خاطر وحيد بيه عامل المؤلف، وانا اوعدك ان خليه ما كلمش بنت حضرتك نهائي. بس لو شفت الهلف ده عندك تاني مرة في الورشة هقفلها لك خالص. قانون منع إقامة ورش في الأحياء السكنية عندي في الدور، لو طلعته هطردك أنت والصبيان بتوعك، فاهم؟ ربنا ما يحرمنا من كرمك يا حسين بيه. بس يا ريت يا وحيد بيه بقى تكتب لنا رواية عن حنية ضباط الشرطة. حكم القاوي على الضعيف. شوف يا عمر، أنا هديك العربية بتاعتك تعملها لحسابك قدام بيتي، وأنا هديك العزة من عندي. مبسوط يا عمر؟ شوف عربية الدكتور يحيى تكلف كام وخليها له عروسة. اه. أبا. ايه ده؟ أبا. مش مصدق ان دكتور شافني في السينما. لا انا مش بحش. الناس واخدة فكرة زي الزفت عن الفنانين. يا اخي مش قصده الحشيش، استنى شوية. فهمت كده؟ قصده على يا باشا في العادة بتاع فيلم الكيف. لا هو الكيف ولا الذل؟ لا الكيف بيقول لك. كده فيلم أبدا. فيلم الكيف. أبدا. أبدا. أيوه أبدا. شوف اسمع عربية، أنا عايزه يعلمني أكلم إزاي مع الخرس. عايزك مع الخرس. أبدا. أبدا. ماشي؟ أبدا. شكرا جزيلا، لطيف جدا. خد مفتاح العربية. جاب العربية دي منين؟ لا 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 هي بتاعتك تتجوزي خلاص.
هتتجوز؟ مبروك. ألف مبروك يا أبي. مولود على كتف أمه يصرخ تهنن فيه، يصرخ تضمه، يصرخ تقول يا ابني ما تنطق كلام، ده اللي ما يتكلمش يا كتر همه. عجل الصوت بقى تمام. ألف مبروك. خد بالك يا جحش، لما نلاقي لك جحش. خد يا جحش، خلاص يا جحش.
الكلام اللي انت قلته له ده شيء ايه بقى؟ خدت بالك من البت دي؟ من؟ مش عارف قالت له ايه؟ مش عارف قالت له ايه؟ بتحبني من زمان يا عمر؟ انا واعرف بتفكر في ايه؟ فتح انت برضك بتعرف تفكر زينا؟ ماشي يا جحش، 100 جنيه هم وخلصوا لنا العربية بسرعة. سلام. مع السلامة. أبا دوست عمر، معقول في حد يسيب مراته قبل ما يتهبع؟ أبا
ليه جاي تطمن بقى وتلم الغلة؟ أصل بكرة أجازة يا حلو. أبا رز. عشرة بيت تلت خمسة غلط. عايزاك الكلمتين يا بنتي. انا ازيك يا ابو الحاج؟